نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكنه في جناته الشاسعة وأن يرحمنا وأن يخلف على عقبه وأن يثبتنا على الإمام برحمته إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، نبتدئ الآن مع الخطيب اللامع وصاحب التأريخ والشاعر الذي جمع هذه الصفات، وكان دائما ولا يزال يلبي دعوتنا، صاحب الحس المطهر الخطيب محمد علي الناصري مع قصيدته فليتفضل مشكورا وافلح من يصلي على محمد وآله محمد. مكفون في وجهي صلى على محمد وآل محمد.
حسن السيرة في الأمر الرشيد حسن إبراهيم فاق السعيد سن للإقبال في أوطانه سر في التحقيق بالعقد النظيم نمنا الحب أوال أوال عدنا ما نسكناه كذا الراي السديد حسن ألم لم يهن في فرحته يعني استثناء الديوان الذي لم يبلغ الفرحة بعد الزمان ألم لم يهن في فرحته أسدي أفقدني لهوة عيدي بت ليلي قلقا من نعيه بجول قد جاء في فحوى نشيدي نهنهتني سلوتي في نسره نلت أدعو الله فيهم بالمزيد أنا حبي فيه حبا صادقا ألهب الوجه لقلبي كلو فيه برا في الأبحار من أتعابه بلدا أهداه من حب أكيد قام في تحقيقه حبا لها رحبت كل من العقد الفريد أهل كل الجهد في أبحاثه أعطى كل الصدق في البحر المفيد هام في التاريخ حبا ولدا همت فيه كشقيق وودود أهل كل الجهد في أبحاثه أعطى كل الصدق في البحر المفيد هام في التاريخ حبا ولدا همت فيه كشقيق وودودي يا حبيب القلب لم فارقتني يا سعيد الحظ في الراي الرشيد مت لا لم تمت في ماضي معنا في الكتب في النسل السعيد أترى ننساك كلا والذي أكرم الإنسان للعقل السديد لا تلومي صاحبي من في له لم أقل في ذكره غير الأكيد سوف يبقى اسمه ما بيننا سالم الذكر وفي كل المزيد عندما نقرأ ما حضره علمه التك بإحراز عتيد يا لهول الفضل يا لهول الفضل حزنا عندما يذكر الأخ أخره من جديد سوف يبقى اسمه ما بيننا سالم الذكر وفي كل المزيد عندما نقرا ما حضره علمه الفتح باحراز عتيد يا لهول الفقر حزنا عندما يذكر الاخ اخاه من جديد يذكر الاخ اخاه من جديد دهمتنا في الرزايا نكبه دائما نذكر نحكا للفقيد انا هيمان لدى كل فتاه اهم التعريف في حب شديد ليس كل الناس فيهم قمه للعطاء في كل فن في المفيد نال حظا حسن السعد بما نابنا منه باسحاق سعيد اخرج الله له الذكر كما اعطى جهدا ما اليه من مزيد صاحب عذرني لما قد قلته صوتي قد دوى سماعا من بعيد رب واسمع لي فاني واله رمت للبكت بحزن في وريدي يعرف الكل بسكري وكذا يعلم الله عزائي في
في قصيده السلام عليكم ورحمة الله. أحسنت. خلقت
تفوز وتكسو رغم كل حال. تطعن بالسم إذا ما نازلت وتارة تضرب بالنواقب. لن نرى فيها غير هذا أبدا، عندنا كم من التجاهل. لن يستطيع أحد نزالها غالبة يا صاحي كل غالب. لا ترحم الضعيف في محنته ولا تجيز عقبه أي عاتب. مسارها نفس المسار دائما مملوءة بأبشع الغرائب. ما قد جرى اليوم سيجري في غد. مسارها نفس المسار دائما مملوءة بأبشع الغرائب. ما قد جرى اليوم سيجري في غد. وهذه طبيعة المحارب. مسارها نفس المسار دائما مملوءة بأبشع الغرائب. ما قد جرى اليوم سيجري في عد. وهذه طبيعة المحارب. شراكها يصطاد كل كائن. شراكها يصطاد كل كائن من مختف في سائها وسائل. وقودنا لحربها أحيلها. لا فرق بين راجل وراكب. فكثر العيش بها محقق جديرة بكل ذي المراتب. لقد قست يا صاحبي وفعلها من فعله حد قوى الغوارب. فنحن قبل فترة قد هزنا فقد أخ أدى حقوق الواجب. فنحن قبل فترة قد هزنا فقد أخ أدى حقوق الواجب. قد غاب عنا خلف غيب لا يرى. فها لنا غياب ذاك الغائب. هو الفقيد حسن السعيد من كان لنا بالأمس نعم الصاحب. أواه كان بيننا فيما مضى محتفيا بمجمع الأقارب. والصحب قد آنسهم حديثه واليوم ما بين غرائب. أواه كان بيننا فيما مضى محتفيا بمجمع الأقارب. والصحب قد آنسهم حديثه واليوم ما بين حشد ضرائب. يا ابن السعيد كنت حلا صادقا وهذه من جملة الطائب. محلك اليوم اعترته وحشة فالهم قد غطاه كالسعائب. بكى وأبكى وسيبكي أبدا عليك من مدافع السواكب. ها نحن من بعدك في مجمعنا نندمك اليوم مع النوائب. السلام عليكم. ها نحن من بعدك في مجمعنا نندمك اليوم مع النوائب. أحدك الآن هنا ما بيننا مبتسما من زحمة المناكب. بعدك البعيد ها لنا وهذه شهادة المراقب.
وخاء. كنت بالأمس هنا سكناك بين الهضب والحمار، واليوم خلف الغيب صرت غائبا وقد نسيت حلة الحبائب. وهذه جموعهم باقية بمدمع عليك غير ناظري يا حسن السعيد. يطلع نجمة يا حسن السعيد، هذا سفرك الأخذ النظيم سر كل صاحب. ها هو ذا قد جاءنا مبكرا حقيقة في وقته المناسب. قد قلت فيه ما أردت قوله فصار بالحق حديث الطالب. عرفت بالبلاد من قد جهلوا فصار من في البعد كالأقارب. عرفت بالبلاد من قد جهلوا فصار من في البعد كالأقارب. وهذه موهبة واحدة أعطيتها من جملة المواهب. هذا شبه عطرك عم جونا فاستنشقته ثلة الأصاحب. فيا بلاد الخير هذا حسن أعطاك ما في داخل الحقائب. فيا بلاد الخير هذا حصل أعطاك ما في داخل الحقائب. قد برك اليوم وهذا بره مجسد أمام كل راغب. قري فهذا السفر صار همزة ما بين كل حاضر وغائب. حديثه عنك لقد ذكرنا بما مضى وهو من الجوادب. حديثه عنك لقد ذكرنا بما مضى فهو من الجوادب. يا بلد العلم ويا مهد التقى قد كنت مقصدا لكل طالب. يا بلد العلم يا بلد العلم ويا مهد التقى قد كنت مقصدا لكل طالب. فيك الصفاء والنقاء والندى فيك المعين لذة للشارب. كان سنا ضوءك فيما قد مضى قد شق في الأفق كنجم ثاقب. يا سائلي هذا أبو عنبرة لديه علم وهو غير كاذب. سله عن الأعلام من أبنائها من صدروا العلم ذوي المناقب. يجبك هم في ضمن من قد سبقوا قد حشروا في زحمة المقالب. قد خربت ديارهم من بعدهم كأنما قد ضربت بحاصبي. الله قد خربت ديارهم من بعدهم كأنما قد ضربت بحاصبي. الله كانوا مثلا بين الورى من حيث قد حلوا الذرى في المناصب. يسألي هذا أبو عنبرة لديه علم وهو غير كاذب. سله عن الأعلام من أبنائها من صدروا العلم ذوي المناقب. يجبكهم في ضمن من قد سبقوا قد حشروا في زحمة المقالب. قد خربت ديارهم من
بعدهم كأنما قد ضربت بحاسبي أواه كانوا مثلا بين الورى من حيث قد حلوا ذرى المناصبي إليهم بلاد العلم كنت قبلة فيهم بلاد العلم كنت قبلة حتى إلى الأباعد الأجانب يا حسن السعيد أنت من لها بررت بكل بر لاحبي نمفي فراك هانئا فهذه أركاننا نمشي فراك هانئا فهذه أركاننا في الحزن كالأقارب والسلام عليكم. ونحن من بعدك في مجمعنا ننذوك اليوم مع النوائب. نشكر الخطيب الأستاذ محمد جعفر العار على حسه المرهف وعلى تصويراته الرائعة الجياشة والذي بيّن لنا ما يجول بخاطره وما كان في قلبه من عواقب تجاه هذا الرجل الكريم العزيز على قلوبنا جميعا. كما نرجو من الله ان يوفقه لما اما الان نبقى مع قصيده السيد عزيز الطالب الساقي مشاركا معنا في هذه الفكره فليتفضل نحن نصلي على محمد وآل محمد. ويسيرون على نهجه ودربه الصالح
والأخلاق الحميدة التي تبعتهم خير خلف لغير سلفهم وبطل الله. أقدم عند فاصل شعري قصير ثم أبدأ قصيدة بتأكيد فقير. ملك الموت إذا الموت أتى كل نفس في يديه تنجلي، فإذا الخيرات كانت أصلها فجناح الكل فيها تعتري، وإذا الشر بيوم صار فإن لم تقال حقا تصطري، فإذا كانت توالي عيبا فلها الخيرات وقتا تجري، وبعكس عندما تكبر فهي الكرام حقا تقتري، فأضيق لا حياة نفس ولا فتهادم في جراح سلمي، واجعل الإسلام حقا تربي وهو للنفس كطعن العسل، إنما الدنيا فضل وطريق وتيسر بين الكفرة والحسد، وحساب ما لنا في العمل بين الصالح قد آمنه فلنسى الناس مكبر وجهه، وإذا خفت رواتينا فيها فلن نيران تقوى والحليم، وإذا خفت رواتينا فيها فلن نيران تقوى حسن في الحزن قد فارقنا ترك الأحباب لله انتقل، نبأ قد هز وجدان فضى يجري الدمع حزينا بالمقل، ترك الأهل الكتاب وزن وظلام القبر قد عمى المحل، عشقت الحزن بقلبي وبقى سلبيا هو يبكي للأمل، فإلى الجنات قد غاد ولنور ولسلطان حصل، فجعل الأحباب ضحكك والفرح يندمون المجد فيك إذ رحل، إيجا عين تدلي بالبكاء والذكر خير فقد قد رحل، ترك الأيتام تبكي بالأذى وتعن بأذى تبكي الكلام، والنفس الحاكم جاءت مخبرة أنه من ذاك السعير قد أزل، وإلى التشفيق صار موكبي بعد وسن فإلى القبر نزل، ودموع شيعته بالبكاء فجعت من بعده ما أن رحل، ذهب المجد إلى الله رحل، فله القلب حزينا قد ثقل، ومر الحبيب موزعا لأحبة غادر الدنيا وعنها قد رحل، ومضى ذاك الحبيب مودعا، إنه خير عزيز ووطن تكتب فيه الكرامة موطن، هو نور وهو أشكال حسن، رب أخ لا يقف الوالدان، هو خير وهو أزكى بالعمل، حسن وحسن أخلاقه ورفيق العلم، سوف يبقى للمعادي علما ذكرك الفجر المنير قد ندى، ذكرك الفجر المنير قد ندى، ورحم الله من فضل سورة الفاتحة لروح الفقير قدها صلوات على محمد وآل محمد. بالمناسبة أما الآن مع السيد محمود التوغاني في كلمته، فلنستمع لتأملاته في فقيدنا الغالي. بسمك الله بسمك الله بسمك الله سمير تطيبهم هذا تطيب في تأمين الوليد السعيد ببعض ما جادت به فريحتي من تأملات نحو هذا عمرك حق الله اشكرك الله يهديك. إن سهام البنية لا تخطئ أحدا،
فكل الملاق حتفك حينما يحين العجل والقضاء المحتوم على كل مخلوق في أرض هذا الكون العميق. ودون شد عن هذه القاعدة الثابتة، وقبل أيام قليلة خلت وبهدوء وصمت لها ذلك الإنسان الذي نحن بصدد الاجتماع لتأمينه في هذه الليلة في شهر رمضان المبارك. أبا إبراهيم، لقد كنت صديقا للصغير والكبير، حيث بدأ الأفق بعدك خالي الكبير وتجمعت في حنايا حزينة راهنة، لم تلفتوا ورائي وانهمرت الدموع الى حده على ارجاء المنطقه، بل امتدت الى افق مناطق اخرى فوق هذا البلد، مودعه فقيد المرحوم السعيد. وظل الافق خاليا، وظل الحزن منتشرا، وظلت القلوب خافقه واجمة مودعة. لك يا أبا إبراهيم بحركة وصول على قضاء الله وقدره، ومع ذلك ظلت تمتم وتتساءل كيف غادرنا هذا الفقيد دون أن يترك لنا فرصة للتوديع. لماذا لم يمنحنا ولو برهة من الوقت لنتبادل معه حديث الوداع الأخير؟ كم كنا بحاجة لأن ندون ما يقول بخلفه من مقرونات خبرة السنين الطوال. كنت أعرفه كاسم، وكنت أعرفه كشخص منذ كنت طفلا، وكنت أعرفه مدرسا وعلما خلال حديث، ولكن الأهم من ذلك كنت أعرفه كصديق حميم منذ 15 عاما. اتصلت به لأعرف منه فصولا من المحبة والخير للناس. فما هو لأهلي؟ أقدم الخير للناس ذو ذاكرة قوية وهدوء للباب. لقد كنت أشتاق وأستأنس بمحادثته وأستمع إلى طرافة حديثه وتحدثه. لقد كنت أتحدث إليه وأناقشه، ووجدت في ذلك الإنسان الذي لا يهم الاستماع إلى الغير ولا يعترض على ما يبديه الآخرين. لقد كان شخصا موضوعيا في محاوله، قادرا على الإقناع والإصغاء، ويقبل الرأي الآخر بهدوء وبروح لا تشوبها العصبية والتعصب. أنا لست بصدد وصيته لذويه، وهذا ديد المؤمنين، ولكن تستوقفني وتهمني تلك النقاط المضية من حياة الفقير الذي عاش معنا وغادرنا بكل صمت وهدوء دون أن يترك لنا الفرصة لمناقشته ومداولته فيما يحدث بين ثناياه لمعايشته بالتاريخ هذه المنطقة، منطقة بلاد القديم التي طالما أحبها وأفنى عمره متمسكا بكل تراثها وبكل وحدة وثلة فيها. ما يهون مصابنا وعزاءنا في هذا الفقيد العزيز هو خروجه عن المألوف عن عامة الناس ممن يتركون بحياة الدنيا دون أثر. فها هو يتحفنا ببعض مما كان يكنه بين جنباته، ويجعلنا نتشتت في أقصار قلبه وننبسط بوعيه وخبرته. فقد استطاع أن يوزع بعض منها على أهل المنطقة،
وأبناء هذا الوطن من خلال ما دونه في كتابه المقيم الذي أسماه العقد النظيم لا الأوال والبلاد القديمة. أنا هنا لست بصدد الخوض في صفات أو خصائص الفقيه الغالي، فهناك وبدون شك أشخاص كانوا أكثر انتصاقا ومعاشرة له ممن عرفوا أكثر مني، كما أنني لست في موقع الترويج لمضامين كتاب الفقيه الذي تركه لنا دون أن يكمل فرحته، وهو يرغب أن يتداولونه ويناقشونه معه ويناقشون معه محتوياته، فهذا شأن آخر. ولكن ما يهمني ويلفت نظري عند تصفحي أوراقي تلك الظلال التي أوردها الفقيه فيما اشتهرت في بلاد القديم وغيرها من قرى البحرين، وما خصصه بشكل واسع لمسقط رأسه في هذا الكتاب، فهو يرى أن منطقة البلاد القديم من خلال المصادر التي استقرها كانت تشكل جزءا واسعا من التاريخ السياسي والثقافي والاقتصادي لتاريخ البحرين، فهو يفصح من خلال الشواهد الثابته عن علاقه مهمه مفادها ان البلاد القديم تكشف عن سر الجمهور الغامض، كما يعتبرها من اقدم مدن وقرى البحرين التي بنيت في القرن الاول الهجري، واتخذها الولاه والحكام المبتعثين والمعينين من قبل الدوله الاسلاميه وغيرهم عاصمه لهم. ان الفقيد الراحل يجسد حبه وتعلقه بهذه الفقعه من الوطن منذ نعومه اظفاره الى نهايه المطاف، مرورا بريعان شباب في كتابه الموسوم بالعهد القديم في تاريخ اوال والبلاد القديم. ابا ابراهيم، انني من خلال هذه التاملات اردت ان اتشكر